Dün akşam bize geldi. Mecaz anlamı gerçek anlam adı takıyorum, sah. Müzakir minin. طيب. اقرأ لي الجمل. Dün akşam bize geldi. Şu yani. Dün şey yani. Dün البارحة. الرحى يعني مبارحة أكشم. أكشن المشى أيوة مبارحة المساء بيزا قاعدة. أتينا أو بيزا قاعدة. بيزا قاعدة يعني إجا لعنا. بيزا يعني لعنا. بيزا لعندكم. بانا لعندي. بانا لعندك. فضل تمام. بانا لعندي. بانا لعندك. أنا لعنده هو أو لعندها. بيزا لعنا. بيزا لعندكم. onlara yani لعندهم. فهون عم يقول بيزا قاعدة يعني اجا لعنا. فهون شو gerçek anlam انه انسان عن جد بيجي الشخص لعند الثاني. طيب ikinci cümleyi oku. يلا bu işin sonu nereye gider? Bu işin sonu nereye gider? Bu yani هذا. İş yani عمل. İşin sonu yani nihayet هذا العمل. Nereye ila ayna gider ذهب يذهب. يعني هذا الشغل لوين بده يوصل نحن نقول. انه هالشغل ها الشغلة هاي لوين بدها توصل؟ انه لما ننزعج من شيء مثلا. أكيد ما الشغل ما بيوصل لمكان، يعني هذا معنى مجازي، وإذا كاتبين جنبها مجاز أنلم. اثنيناتهم قال مك جيتمك زت أنلمدر، وما هيك يعني فينا نستخدمهم بالجيرتشيك أنلم والمجاز أنلم. تمام؟ فهمتوا هذول؟ هذول الخميس والواجب ايش كان الواجب نسيت. حساب أجب الحساب ايه تمام. حط لك صور صح. حليت الثاني ما بعرف حليت هذا اللي فوق قديش طلع معك جواب. اللي فات جواب طلع معي 32 ثواني شوف. ايه بعديها طلع معك. شوف إذا هذا كله 7 صح؟ إذا هذا كله 7 فتنقص منها هذا كم يظل؟ ثلاث نقصت 3 من 7 قديش ظل؟ أربعة معناها هذا القسم 4 وهون كم؟ 3 صح؟ إذا فوق 4 معناها تحت كمان قدها 4. إذا هون 3 فهون كمان 3
إذا هون 4 معناه هون كمان 4. مش بس عندك احنا سوينا مستطيل مربع. أيوة، أنت ما تجمعهم كلهم، تجمع مين؟ تجمع اللي حواليه هذا، بس اللي حواليه. النظر يعني انت بتجمع بس اللي حواليهم. مثلا انت رحت على حديقة، من جوا في طرق هيك 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 هيك، اكيد ما رح تجي تجمع لي مشان المحيط، تجمع لي جوات الطرق اللي جوات الحديقة كمان. لا، انا بس بدي اللي بالخارج، فهمت؟ يعني انت هلا شو رح تجمع؟ 3 و3 و3 كم؟ 9. اتش 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 كمان ضبطة. دور 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 قديش؟ 4 4 4 أربعة ضرب أربعة. أربعة ضرب أربعة 16. أيوة، ونالت 9 9 18، يعني 18 أرت ونالت ليش يعطيني أندرت وزرت، تمام. 8 و6 14، يعني أندرت و3 تجمعهم بير 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 3 çıkacak. يعني جواب 34 çıkacak. مستر احنا كيف نعرف شو الناقص؟ مثلا عشان 7 كمان مرة نقصها، كيف طيب شوف، نعرف؟ هاي كلها 7 تمام. اه أنا بدي هاي الخارجية بس، ما بدي الداخلية. أنا ما يصير أجمع الداخلية بس البرة. فأنا إذا أعرف إنه هذا كله 7، أنقص منه هذا، أشيل منه. أنا أعرف من فوق إنه هذا 3، أنقص من 7 3 يطلع معاي هاي معناها 4. شوف، تجمع 4 و3 مع بعض يعطيك 7. الله مش ده. فوق اكتب واحد، أه؟ فوق اكتب واحد تكتب 1؟ مكتوب واحد وين؟ اكتب اه بير. ها اسم المربع الألان بير. بس شوف، هاي المسافة وهاي المسافة مو قد بعض، فمن هون أنا عرفت إنه هذا 3. ما هو مربع، شوف، إذا هون 3 هون 3 خلص معناها هون 3 هون كمان 3، من مقابل بعض يساوي بعض. إذا هون 4 معناها هون كمان 4. إذا هون 3 قديش أحط عليه تيصير 7؟ 4. إيه، وهذا يساوي هذا، شوف هذا يساوي هذا، معناها هاي زاد 4 وهاي 3، وتجمع الخارجية. يعني مثلا أنا هذه 3 اللي هون جوا ما أحسبها، أحسب بس اللي برا، لأنه أنا بدي القالب الخارجي، لأنه هم طالبين مني تشيفره شي. طيب عندك فكرة كيف نحسب الألان هون؟ طالع ألان كل واحد لحال. ألان المربع شو بساوي؟ مربع اللي فوق الآبير، هنقول ألان بير. دكتور أيوة دوقوس. وألان الإيكي قديش؟ نضرب هاي ضرب هاي، صح؟ أعطيني يمسكز، احفظ جدول الضرب منيح. طيب الآ 3 دكتور دوكوس، لا شو بنساوي فيهم؟ تام طالع الألان النهائي، تجمعهم كلهم بس. كل ألان توبلام، توبلام يعني جمع، ايش تدير؟ تجمع دوكوس دوكوس 18 18 و 28 قديش؟ 8 و 8 قديش؟ يلا يلا بس
فهمت المبدأ؟ كرك غلطة. عافية، كرك غلطة يعني الألان كرك غلطة. الشفرة تجمع بس برا، أنا الثانية كيف حليتها؟ دقيقة أشوف. ها هون هم عاطينك كل شيء يعني جاهز، ما بده تحسب وتسوي، بس بدك تجمعهم. شوف عاطيك بس الخارجية، انت تعرف هون هون اكتبه هون اتش 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 اتش، كم اتش عندي؟ 4. اتش شارب دورت قديش؟ فات اوكي اونيكي، فبتكتب اونيكي تجمع معه. ظل عندك دور 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 قديش؟ يعني دور، دور دور يعني كمان دور تشابيتش. اوكي أيوة، بتيجي تجمعهم. جاوبنا شكرا. بين اي كيو ويكي اي كيو دور بير 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 3، يعني 30 دور. طلع معك 30 دور. برافو. بس شوف، انت ما طالع معك 30 دور، طلع لانه دورت عندك اياهم 3. انت كاتب تنتين، انت كاتب دورت ارت دورت، دورت الثالثة نسيان تكتبها هون. هاي ما انا كاتب، كاتب جواب 30، هي 34. صححه عندك. شو ظل هذا؟ حليته؟ شو طلع عندك؟ الألان بدون ألان ولا تشابرة؟ الألان والتشابرة اثنينات. طيب هون كم تشابرة؟ كلهم 25 يرمي. والألان هو كاري أصلا يرمي. كاتش. ما حليته؟ يرمي بيش، تضرب بيش، تشارب بيش، تمام. نضرب هاي في هاي. طيب هون تشاورة كم؟ هنعرف إذا هون 40، هون مقابله 40، إذا هون 10 مقابله كمان 10. تشاورة قديش بيكون؟ يوز مالك حاسبه قبل ايفت يوز. والالان ادوارد يوز عافين كرك جاربون دورت يوز، دورت يوز سنتيمتر كاري. طيب اللي بعده مكتوب لنا 40 كتبليات. بس هذول خلصوا؟ اه انا فكرت بعته كتير وفرحانة على حظك. طيب اسأل الايش انلون لك كمان، قلت لك راح اسألك ديلما مثلا سياه. يا مش زت الله صح هل يا قلت لك حتى عنه مثال انه القط الاسود يا كركدي؟
كرا شيخ كرا. أو آل كرمزة. أك آك أيوة بيض بياض. لسان لسان دل. ديل عفن مساج مساج جين. اسكن لا مساج إذا تي ارجع راجعهم تمام راجعهم الدرس الجاي راح أسألك من ايش النمضة والزد النمضة ويلك ما تعرف هلا راح أعطيك استستش يعني سستش يعني هي كلمة إلها أكثر من معنى مثل يوز مثلا يعني نقول سيستش أو نقول إيش سيسلي مثلا نقول يوز معناها مية وإضحك pardon يوز وجه ومية وإسبح شاي يعني إلها هي كلمة لكن إلها أكثر من معنى مثلا شايف على الشاشة في كلمة شاي يعني الشاي اللي نشربه اللي هو بيتيه وفي شاي شاي. اللي هو أكارسو المية اللي تمشي يقولوا له شاي شايف بالصورة في قناة من المية اللي تمشي أكارسو يعني مية تمشي تتدفق مياه متدفقة فإيش يقولوا لها هما يقولوا أكارسو أو يقولوا لها شاي فشاي إلى معنى يعني طيب الكلمة الثانية جل جل شو كلمة معنى اضحك جل كمان معنى بيتكي النبات بيتكي النبات اللي هي وردة تمام ميس طيب نشوف ايش في كلمات يول بس يقولوا ساتشني يولارم ساتش يعني ساتش ساتش يعني شعر. ايه ساتشنو يولارم يعني راح اشلع لك شعرك يولمك كمان يول معنى طريق او كمان يولمك تشملري يولمك يعني تجي تسحب الاعشاب وتشلعهم يعني معنى يول معنى الشلع اشلع اشلع الشغلة من مكان مثلا حاول اقرأ لي أول جملة بيقولوا تكيب تلميذ هاكيب يراك ات ميميس جرك بيقول تاكيب ات ميميس جرك يعني يجب جرك معناه يجب أن نتعقب هذا الطريق تعقيب اتمك يعني انه نراقب تعقيب يول bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer عم بيقول يول معنى يول طريق هون جاي معنى bir yerden من مكان ما يعني bir yere لمكان آخر ulaşmak için yani من أجل أن نصل üzerinde yürüdüğümüz yer مكان ما نمشي عليه يعني مكان ما نمشي عليه مشان نوصل من مكان لمكان تاني يعني طريق يول طيب اقرأ الثانية نشوف معنى يول هون شوف Yol kardeşimle birlikte bahçedeki otları yöldük.
Yolduk. Yani şelana. Yolmak hon. Çekip koparmak. Çekip yani tishabu koparmak no tıktağı. Tishabu tıktağı yani tishlağı. Fahon kardeşimle yani ma'a ahi او اختي الاصغر مني birlikte يعني ma'a bahçedeki bahçe يعني الحديقة او البهجة صايرة مزرعة او في بيوت فيهم هيك اشجار وشو اسمه اشجار واعشاب فهم كمان يقولوا باهجة باهجة اوت اوت شو يعني اوت يعني عشب الاعشاب اللي بالحديقة او بالمزرعة مع بعض انا واخي يولدك يعني شلعناهم فهون كمان جاي كلمة يول يولدك ضايفين له الدك يعني نحن قطفناه شلعناه طيب الثاني هون يوز أو كنا نفكر يمكن هم ثلاث لكن هم أربعة يلا نشوف اليوز اقرأ اليوز يور بتيجي معنا شلع و وتجي معنا طريق أوط يعني عشب هلا هذول في معاهم الكلمات في معاهم اللهم صل على النبي في معاهم لواحق فأنت اكتبها من دون لاحق احفظها نقول أوط أوط يعني عشب باهتة يعني مزرعة باهتشي يول كتبنا يار شو يعني يار كان أيوة مكان ولا شمك وصول يعني وصول ولا شمك تاكي بيتمك تاكي بيتمك يعني تعقيب مراقبة يعني تعقب تعقب هذا الشيء المكان طيب هلا نجي على اليوز يعني بيلك ده بيلك ده يعني معا dönüktür. يوزو بانا دونكتو يعني وجهه كان ملفوف للطرف الثاني دونك يعني ملفوف للطرف الثاني يعني ما كان مطلع علي مطلع مكان ثاني يزو يعني وجهه بانا يعني علي دونكتو يعني يز يز هون شو معنى مني شهرة سرات سما سرات يعني وجه سما يعني وجه شهرة يعني وجه يز يعني وجه يوز مي طيب اللي يوز بعده يعني وجه لأننا يوز كشي gelmiş أيوة دونينا دون شو يعني دون يعني حفلة على حفلته إجا 100 شخص فهون عم يقول يوز كشي جالمش كشي يعني شخص جالمش أتوا إلى حفلته أو حفلتها 100 شخص طيب يوز هون معناه 199'dan sonra gelen sayı يعني العدد اللي يجي بعد 99 شو هو 100 يعني هون جايب عدد معناه 100 شوف الأول وجه عدد يعني 100 الثاني 100 طيب الثالث اقرأه دا كيه دا iki çocuk yüzüyordu. Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. Kıyı yani sahil. İki çocuk tıflen yüzüyordu. Yani kanu yesbahu. Yüzmek hon sibaha. Yüzmek suda ilerlemek. Anno tıtkaddam bel may. Bimana tisbah. Tayyip el-rabi'a.
جوز الصباح. كيو كيني مجنون كيني درسيني ديري يوزك يوز دلير koyunun derisini yüzdüler. Koyun yani koyun. Hı? Koyun şu yani koyun. Yani şu ismi ganama. Koyunun derisi deri şu yani deri. Deri mana cilt. Yüzdüler yani şalu. Şu nقول بالعربي؟ لما يذبحوا ذبيحة يجي يشيلوا الجلد من عليه شو نقول؟ يشلعوا؟ هل أقول يعني شال عن الجلد؟ ايه فهون يزلر معناه انه شالوا هذا الجلد فهون يزمك ديرسيني تشيكارمك انه يشيل شلع او يشيلوا الجلد طويمك تقشير يعني قشروا شو اسمه الغنم ديري السنين يوز دولار فشوف اليوز في له 4 معاني هنا كمان يوز دولار تمام هدول الجمل كلياتها اقرأها ها شوف لهون لا ماشي تكتب لهون 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 هذا الطرف ما في داعي تكتبه هذا الشرح للجملة انه هون يوز جايب شو معنى هون كمان لهون بس هون لهون بس طيب التحته ال شو يعني ال تعرف طيب يد تعرف شو كمان معنى تليفونو بوتين جن إليندي اليندان راك راك مود مضر شو يعني براك؟ بابن بتركوش اترك براك تليفونه بتون جن يعني التليفون كل اليوم اليندان براك مضى يعني ما ترك التليفون من ايده من الصبح عفوا بتون جن كل اليوم طيب هون معناه يد صح؟ انه ما ترك من ايده El insanın tutmaya ve iş görmeye yarayan organ. Organ yani adı ya da organı. Adı, a'da cisim. Ne? Lifid. Lil'amal. İş görme yani l'amal. Bu imsak şey. İnsanın tutmaya. Yani l'adı cisim l'insan. Li bimsik şey. Ve bi'amalu fih. بيشتغلوا فيه طيب هون قال معناه يد اقرأ لتحت نشوف شو معنى تمام لير لير الاف لير ندرسي درسين نملي ديلي ديلي جيل عم يقول الغرباء ايش ما بدهم يحكوا انا ملي ديل ليس مهم الغريب يعني يابانجي الأجنبي الغريب حدا ما تعرفه يعني حدا غريب اللي راي يعني غريب اللار يعني الغرباء لار جمع ال يعني غريب كمان معناه يد تمام امسحه احفظي هذول الكلمات تمام يول يوز ال يوز وجه أو وجع مية ومية وسباحة وال يوز كمان سباحة وسباحة وشغلة ظلت انه لما نشيل جلد الخروف جلد الحيوان من جسمه نقول هذه يزدلع جديدة ايه هاي جديدة الآل معناه يد ومعناه غريب هذا غريب وفي عنا يول معناه طريق اللار اللار وإيه
هي هم كاتبين ألر، ممكن يجي أل، أل كمان معناه غريب، اللر يعني صار جمع، انت اخذت اللر معناه غرباء. وفي عنا يول، يول يعني طريق، وشلع، وبارماك الطفل. طيب هلا نجي كار، اذا اجا شكله هيك فهو معناه مو نفس الكلمة، مثلا اما، واذا كان في عليه مثل الشبكة، شايف الشبكة يعني في عليها مثل هيك شبكة يعني قبعة. هذا سوقته كار يا يوردو، تعرف شو يعني كار؟ ها ثلج، يعني كان الهواء باردا. هذا سوقته كار يا يوردو، يعني كان يهطل الثلج يا غيور. طيب تعرف شو يعني يغمر؟ يغمر يعني مطر، كار يعني ثلج. احفظهم تمام، اعطيتك كلمات كثير اليوم، ضل احفظهم تمام، لا تنسى. لا كار، كار يعني قلنا ثلج. هذا سوق كار يا يوردو، يعني كان الهواء باردا، كان يهطل الثلج. طيب الجملة الثانية أنت اقرأها. وسينيكي كارمزي كارمز اي بوسنكي، يعني لهذه السنة، سنة يعني يل يعني عام، سنة بوسنكي كي يعني العائد لهذه السنة. كارمز إيه، هالمرة كاتبين كار نفس الثلج، لكن في فوقها شبكة، فهذا له معنى ثاني، بس الشبكة مختلفة مو نفسها. كار يعني هاي صايرة الألف، صايرة بتشبه الألف العربية الألف، يعني احنا ما نقول كار، نقول كار، كار كأنه عم تلفظ الألف العربي. فهون ربح معناه، هذا معناه ربح، كارمز إيه إنه الربح تبعنا جيد، مثلا ربح من إيش؟ يكون بيع سيارة أو بيع بيت، يربحوا منه مصاري، مثلا يكون تاجر أو يكون عنده زرع، فالكار تبعه لهي السنة كانت منيحة، إيه جيدة. أما، أما، هالة، هالة، أشك، فأنت بس تشوف شبكة فخلص هذا مو سستش، تمام؟ يعني هذا مو نفس إيش المعنى. اسمه إيش سيسلي، إنه مو نفس المعنى، يعني مو نفس، مو إيش سيسلي، مو نفس الكلمة. في كلمة ضال، ولا كتروا الكلمات يكفي؟ أعتقد أعطيتك كلمات كتير، يعني مو كتير كتير، بس الكلمات الموجودة هون أنا بدي إياك تحفظهم مثل اسمك، وتعرف إنه هذول كلهم إيش سيسلي. تحفظ لي كمان الزت النملة، راح أسألك بكرة، والإيش إيش مو النملة، سألتيني اليوم؟ إيه راح أسألك كمان بكرة، مشان ما تنسى، ضل تكرر، إذا نسيت شو نستفاد؟ ماشي. تمام؟ هلا رح أسألك كم سؤال بالضرب، لا تطول، جاوبني بسرعة. تيكي تشابدر إيه؟ وتوزكي. آفين يدي تشارب دورت نيدي تشار بدورت يرمي بير. يرمي لا امسكي يرمسكي يرمي سيكيز توكوس شارب دورت
وبتز تصي كيس وطز قديش كركي كركي هاير وطز سكيز altı otuz altı ارجع راجعهم yedi çarpı yedi كرك دوكوز دوك دوكوز بدي ارجع اسال هدول ما تخربط فيهم اوكي بلا المص دوكوز شارب بيش دوكوز تشار بيش كرك بيش دور شارب altı يرمي دورت دور شارب دورت ده 16 سكيز شارب سكيز